السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة برج بان التعليمية، مرحبا بكم في درس جديد من برنامجكم إسلاميات الجهوي الأولى بكالوريا. إذا الدرس لدينا وهو درس صلح الحديبية وفتح مكة. إذا صلح الحديبية بمعنى صلح الذي أبرمه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم مع أشراف قريش، مع كفار قريش. ومثل ما نقول أنهما قد تصالح يوسف عليه السلام مع إخوته، فنجده يقول لهم لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، الآية 92. أما بالنسبة لي استشهاد الخاص بفتح مكة، فعندما نقول فتح مكة الفتح بمعنى الانتصار، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة بمعنى انتصر على كفار قريش وأدخل الإسلام إلى مكة. فكذلك انتصر يوسف عليه السلام على المحن التي مر بها، انتصر يوسف عليه السلام على إخوته. إذا الآية التي تتنبأ على هذا الانتصار وهو قول الله سبحانه وتعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الآية 4. أما التي تبين الانتصار الخاص بيوسف عليه السلام فهي التي توجد في نهاية سورة يوسف، وهو عندما قال الله سبحانه وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا بمعنى نزلوا إلى الأرض لكي يسجدوا ليوسف، سجود احترام وتقدير لا سجود عبادة، ومثله مثل سجود الملائكة لأبينا آدم عليه السلام. إذن خروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي واقعا نراه. إذن هذه هي الاستشهادات الخاصة بهذا الدرس والتي استربطناها من سورة يوسف. المحور الأول صلح الحديبية السياق والنتائج. تعريف صلح الحديبية هو معاهدة سلام أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، مع أشراف قريش في دي القعدة من السنة السادسة للهجرة بما كان يسمى الحديبية. ما الذي وقع حتى أبرمت هذه المعاهدة؟ بمعنى ما السياق التاريخي لهذه المعاهدة، لمعاهدة صلح الحديبية؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة رأى في منامه أنه يدخل مكة معتمرا، فأخبر أصحابه عندما استيقظ، أخبر أصحابه أنه عازم على أن يذهب للاعتمار، فطلب منه الرجال أن يذهبوا معه، طلب أصحابه أن يذهبوا معه للاعتمار، وكان عددهم 1400 رجل وامرأة وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة. وهم في الطريق جعلوا الهدي أمامهم، ساقوا الهدي أمامهم، الهدي بمعنى الهدية بمعنى الخراف التي يريدون أن يهدوها إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يصلون إلى قريش يذبحون تلك الخراف بجانب الكعبة تقربا لله سبحانه وتعالى. ساروا حتى وصلوا إلى مفترق الطريق، طريق سهل لكنه طويل جدا، وطريق صعب وهو قصير، فاختار صلى الله عليه وسلم ذلك الطريق القصير رغم الصعوبة التي واجهوها فقد ساروا فيه. عندما أنهوا هذا الطريق وقفت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفت الناقة واسم هذه الناقة هو القصواء. إذن توقفت القصواء فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم خلأت القصواء، بمعنى عصتك القصواء، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء، بمعنى ما عصتني القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، بمعنى منعها من مواصلة السير الذي منع
الفيل الخاص بأبرهة من أن يواصل المسير ويهدم الكعبة. إذن سأشرح لكم قصة أبرهة وسأعود مرة أخرى للسياق لأتمم السياق. إذن كما تعرفون أن أبرهة كانت له غيرة كبيرة من الكعبة التي توجد عند قريش، لذلك قرر أن يبني بيتا هو كذلك، لأنه يرى أن الناس يأتون إلى الكعبة ويأتون بأموال والذهب إلى غير ذلك، فقرر أن يبني هو كذلك بيتا. بناه واستدعى العرب وطلب منهم أن يأتوا لكي يزوروا البيت الذي بناه أبرهة. جاءوا بذهبهم وجاءوا بأموالهم لكي يتقربوا إلى ذلك البيت، وكان من بين الناس الذين جاءوا أناس من قريش. رجل من قريش دخل إلى بيت أبرهة، ذلك البيت الذي بناه أبرهة، دخل إليه ذلك الرجل وتغوط فيه، فوصل الخبر إلى أبرهة أن رجلا قد دنس بيته المقدس، فبدأ يبحث عن من قام بذلك الفعل، فأخبر أبرهة أنه رجل من قريش. إذن كما تعرفون أن أبرهة يغار من البيت الخاص بقريش، وكان الذي دنس بيته رجل من قريش، لذلك قرر أن يذهب ويهدم الكعبة. ذهب بجنوده وبفيله كذلك حتى وصل إلى مشارف قريش، وجد خرافا فأخذها، وكانت تلك الخراف لجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، الذي لبس ثيابا جيدة جميلة وذهب إلى من؟ ذهب إلى أبرهة. وصل إلى أبرهة فظن أبرهة أن هذا الرجل جاء يستجديه ألا يهدم الكعبة الخاصة بقريش، لكنه فوجئ أن جد محمد صلى الله عليه وسلم عبد المطلب فوجئ بأنه يطلب منه الخراف فقط، فقال له أبرهة: ظننت أنك تطلب مني ألا أهدم الكعبة. فقال له عبد المطلب: أنا جئت لتلك الخراف التي أخذتها. قال له: تلك الخراف أنا ربها، بمعنى أنا صاحبها، أما الكعبة فلها رب يحميها. قال: تلك الخراف أنا ربها، أما الكعبة فلها رب يحميها. أعطاه الخراف، أخذ الخراف، ثم نزل عبد المطلب إلى سكان قريش يخبرهم بأن أبرهة عازم على هدم الكعبة. لذلك خرج كل الناس من قريش ونزل أبرهة رفقة فيله وجنوده لكي يهدموا الكعبة. والنهاية كما تعرفون أنه عندما وصل إلى الكعبة بدأ يضرب الفيل حتى يتقدم ويضرب الكعبة برأسه، لكن الفيل امتنع الفيل، حبسه الله سبحانه وتعالى، فإذا به يفعل الفيل أكثر من ذلك، جلس الفيل بمعنى أنه لن يتقدم أي خطوة أخرى. لذلك فأبرهة غضب، فإذا به يرى ضبابا يرفع رأسه يجد طيورا وهي تهاجمهم، طيور تحمل في رجليها يحملون حصى، ذلك الحصى عندما يرموه تلك الطيور عندما ترمى تصير نار، فتضرب جنود أبرهة، وضربت أبرهة كذلك وقتلوهم، فجعلهم مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى كعصف مأكول. العصف المأكول وهو
الأكل الذي قمنا بضربه كثيرا حتى صار مثل ما نقول بلغتنا العامية الكفتة، حتى صاروا بهذا الشكل. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، لأصحابه: والذي نفسي بيده، بمعنى يقسم بالله سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده لو يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله لأعطيتهم إياها. بمعنى لو طلبوا مني شيئا أو هدنة أو معاهدة يعظمون بها حدود الله سبحانه وتعالى فسأوقعها معهم. لذلك توقف وقال صلى الله عليه وسلم: أن الله سبحانه وتعالى يريدني أن أفعل شيئا هنا. وبعد مرور وقت وجيز جاء رجل من قريش يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: أشراف قريش تمنعكم من دخولها، أشراف قريش تمنعكم من دخولها، لأنكم أنتم جئتم لكي تقاتلون ليس لكي تعتمروا، أنتم جئتم للقتال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يذهب عثمان بن عفان إلى أشراف قريش لكي يشرح لهم ويخبرهم أنهم يريدون الاعتمار فقط. ذهب عثمان بن عفان إلى أشراف قريش فإذا به يجدهم في دار تسمى بدار الندوة، دار الاجتماعات ودار الشورى، يتشاورون في مسألة دخول محمد، هل سيتركونه يدخل أم لا. وانقسم أشراف قريش إلى قسمين، قسم يقول يجب علينا أن لا نمنع محمد لأنه نحن لا نمنع أي شخص من أن يأتي إلى قريش، أن يأتي إلى الكعبة لكي يعتمر، وهذا قانون عندنا مع جميع العرب. وقوم آخر يقولون أنه لا يجب عليه أن يدخل لأننا سبق وحاربناهم، لأن هذا السياق الآن هو جاء بعد أن حاربوا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وكذلك في غزوة أحد. فقال هذا الصنف أو هذا القسم من أشراف قريش: سيسقط ماء وجوهنا، بمعنى شرفنا سيدنس إذا ما دخل محمد إلى الكعبة وقد أجرينا حروبا كثيرة معه. وصل إليهم عثمان بن عفان فجعلوا عثمان بن عفان في بيت آخر في غرفة أخرى وبدأوه بالتشاور. رأى الناس سكان قريش رأوا عثمان بن عفان وقد جاء إلى من؟ جاء إلى أشراف قريش ودخل إلى دار الندوة، فإذا بأحدهم يقول: دخل عثمان ولم يخرج، ربما أنهم قد قتلوه. رجل آخر سمع قتلوه فقال: قتل أشراف قريش قتلوا عثمان. وبدأ الحديث وشاع الخبر، خبر مقتل عثمان، حتى وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وصل إلى الخبر الكاذب إلى محمد صلى الله عليه وسلم غضب وخرج من خيمته التي جعلها في الحديبية وطلب من أصحابه أن ينضموا إليه لمحاربة قريش. ولأنه كان في يوم مشمس بدأ يبحث صلى الله عليه وسلم عن مكان يستظل به ويبايعه أصحابه، والبيعة كانوا يسلمون على محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون له: نعدك أن نحارب معكم، أن نحارب معك. وصل محمد صلى الله عليه وسلم في بحثه إلى شجرة استظل بظلها وبدأ يصافح الصحابة الذين يبايعوه،
لذلك تسمى هذه البيعة ببيعة الشجرة، وتسمى كذلك ببيعة الرضوان. الرضوان الذي هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. بمعنى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم ببيعة الله سبحانه وتعالى. بدأ الصحابة يصافحون محمد صلى الله عليه وسلم، يبايعه حتى كان آخر من بايعه عثمان ابن عفان. لم يقتلوك، نعم لم يقتلوني، لأنهم كانوا فقط يتشاورون في مسألة دخولكم إلى قريش واعتماركم. فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل اسمه سهيل ابن عمرو، لأن قريش أرسلت سهيل ابن عمرو لكي يتفاوض مع محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الذي قال سهيل ابن عمرو لمحمد صلى الله عليه وسلم: نريد الصلح. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: نحن كذلك نريد الصلح. واتفقوا على ماذا؟ على أن يكتبوا هذه المعاهدة. فكان كاتب هذه المعاهدة هو علي بن أبي طالب. إذن علي بن أبي طالب يكتب، والرسول صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو يملي تلك البنود. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن اكتب لي. قالها لعلي، فكتب علي بن أبي طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو الكافر، قال: أي رحمن وأي رحيم، اكتب ما نعرف. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: ماذا سنكتب؟ فقال سهيل ابن عمرو: اكتب باسمك اللهم. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو عندما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم فنحن قد حددنا إلهنا الذي هو الله الرحمن الرحيم. أما عندما نكتب باسمك اللهم، فاللهم هو اسم عام. قريش تقول باسمك اللهم، اللهم الذي هو اللات والعزى ومناة الثانية وهبل إلى غير ذلك. أما نحن باسمك اللهم، الله الذي هو الرحمن الرحيم. إلى هنا بالطبع الله سبحانه وتعالى. إذن اعترض سهيل ابن عمرو على بسم الله الرحمن الرحيم التي عوضت باسمك اللهم. ثم قال سهيل ابن عمرو: اكتب البند الأول. فما هو هذا البند الأول؟ قال: إيقاف الحرب 10 سنوات يأمن فيها الناس. فكتب علي بن أبي طالب: إيقاف الحرب 10 سنوات يأمن فيها الناس. ثم قال سهيل بن عمرو: أكتب البند الثاني. ما هو البند الثاني؟ قال له: أن تعود هذه السنة، السنة السادسة، وأن تأتوا للاعتمار في السنة المقبلة التي هي السنة السابعة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأن يكتب ذلك. فكتب علي بن أبي طالب: أن نعود هذه السنة ونأتي للاعتمار في السنة المقبلة. ثم جاء البند الثالث. قال سهيل بن عمرو: أكتب البند الثالث. قال له: ما هو؟ قال له البند الثالث: حرية التدين. كل من أراد أن يتدين بشيء فليتدين به. فأمر محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يكتبه. فكان البند الثالث كتبه، وكتب حرية التدين. كل من أراد أن يعتنق دينا فليعتنقه. ثم أمر سهيل بن عمرو بكتابة البند الثالث، وهو من جاءك يا محمد مؤمنا بك من غير إذن وليه فرده إلى وليه، ومن جاءنا قريش، ومن جاءنا فارا منك يا محمد قبلناه. فهذا البند بالإضافة إلى البند الأخرى، وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم التي عوضت ببسمك اللهم، أغضبت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأغضبت علي بن أبي طالب، لأنهم يقولون أن هذه البنود كلها لصالح قريش. لكن على الرغم من ذلك
محمد صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يكتب هذا البند الرابع: من جاءك يا محمد مؤمنا بك من غير إذن وليه ترده إلى وليه، ومن جاءنا فارا منك قبلناه. فكتبه علي بن أبي طالب، ووصلوا إلى ماذا؟ إلى خاتمة هذه المعاهدة المكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب هذا ما اتفق عليه أشراف قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم. فكتبها علي بن أبي طالب. فقال سهيل بن عمرو: أي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له: اكتب ما نعرف. قال له: لو كنا نؤمن بك رسولا ما قاتلناك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو: وماذا سنكتب؟ قال له: اكتب ما نعرف، اكتب محمد ابن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي ابن ابي طالب: امسح رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتب ابن عبد الله. غضب علي ابن ابي طالب وقال: لن امسحها، والله لن امسحها، والله لن امسحها. فقال له محمد صلى الله عليه وسلم: أين هي؟ فقال: هذه هي. فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم أصبعه على لسانه، ثم بدأ يمسح صلى الله عليه وسلم ومسحها، ثم قال له: اكتب ابن عبد الله. فعوضت محمد صلى الله عليه وسلم بمحمد ابن عبد الله. أخذ سهيل ابن عمرو تلك المعاهدة، تلك الوثيقة إلى أشراف قريش، قرأها أشراف قريش ووضعوها وسط الكعبة، وضعوها وسط الكعبة. وهذا هو الشيء الذي كان يقوم به أشراف قريش، أي معاهدة كانت تبرم مع أي شخص تقديسا لهذه المعاهدة يجعلها في الكعبة، يجعلها داخل الكعبة. بالمقابل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم تعجبهم هذه البنود، وكذلك لم يعجبهم تغيير بسم الله الرحمن الرحيم باسمك اللهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بمحمد ابن عبد الله. لذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: أهذا هو الفتح؟ أفتح هو؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: والله إنه الفتح، والله إنه الفتح. لكنهم غاضبون، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غاضبون. لذلك سنأتي إلى شيء آخر، وهو نتائج صلح الحديبية. من بين نتائج صلح الحديبية، وهو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم امتنعوا عن فعل ما أمرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أمرهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا الهدية، أن يذبحوا تلك الخراف التي أحضروها هنا، على اعتبار أنهم وكأنهم يذبحون بجانب الكعبة. قال لهم: إنما الأعمال بالنيات، اذبحوا هنا وكأنكم أديتم فريضة الاعتمار، وكأنكم اعتمرتم وتقربوا بهذه المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى. فرفض الصحابة، رفض لأنهم كانوا غاضبون، رفضوا لأنهم كانوا غاضبون. غضب محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى خيمته، يدخل إلى خيمته وهو يقول: هلك أصحابي، هلك أصحابي. فقالت له امرأته، زوجته أم سلمة التي سبق وقلنا، قالت له: ومن ماذا لك؟ لماذا هلك أصحابه؟ قال لها: امتنعوا عن إطاعة أوامري، طلبت منهم أن يذبحوا الهدي لكي نعود إلى المدينة المنورة فلم يطيعني. فقالت له: هل لك بمشورة؟ هل أعطيك مشورة؟ فقال لها: نعم، أريد مشورة، أريد رأيك. فقالت له: أخرج، وكأنك غاضب منهم، وهو بالفعل غاضب منهم. قالت له: أخرج ولا تكلم أحد، واذهب إلى خروفك واذبحه واحلق رأسك، ثم عد إلى خيمتك ولا تحدث أحد.
وهذا ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، خرج وذبح خروفه وطلب أحد الرجال فحلق له رأسه، ثم عاد إلى خيمته والصحابة ينظرون إليه وأحسوا بأنه غاضب جدا. لذلك دخل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخيمة وبدأ الصحابة يتحدثون فيما بينهم ويلومون بعضهم البعض، يقولون أنهم جئنا حبا في محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة له، لماذا نحن الآن نعصيه؟ لماذا نعصيه؟ لماذا لا نسمع أوامره؟ لا يجب علينا أن نفعل ذلك، على الرغم من أن تلك البنود لم تعجبنا، إلا أن هذا شيء وطاعتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر. لذلك بدأ يعاتب بعضهم البعض وذبحوا هديهم خرافهم، ذبحوا هديهم، ثم قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم لنعم إلى المدينة المنورة. من بين نتائج صلح الحديبية وهو أن هيبة المسلمين دخلت إلى قلوب الكفار، دخلت إلى قلوب أشراف قريش، بعدما كان أشراف قريش لا يعترفون بهذا الدين الجديد ولا يكترثون له، أصبحوا يخافون من أصحابه ويبرمون معهم بند أو صلح الحديبية، والناس الآخرين الرجال والنساء الآخر الموجودين في القبائل الأخرى سمعوا بالخبر، خبر أن أشراف قريش هذه القبيلة القوية قد وضعت صلح هدنة مع رجل جاء بدين جديد، فبدأوا يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن الحقيقة، وهم يعرفون أن أشراف قريش كانوا ينصبون عليهم، كانوا يأخذون أموالهم ظلما وعدوانا، يقولون أنه يجب عليكم أن تأتوا لكي تزوروا الكعبة وتأتوا بأموالكم، حتى الآلهة كانت لهم آلهة واحدة، يأتون الناس بأموال تلك الآلهة، فجعل أشراف قريش آلهة كثيرة، فصار يجب على أي شخص من القبائل الأخرى قبائل العربية أن يأتي بأموال كثيرة لكي يتقرب بها إلى هذه الآلهة، وكان أشراف قريش يأخذون تلك أو يسرقون تلك الأموال والذهب ويضعونها في جيوبهم، وبالتالي النصب والاحتيال على ماذا؟ على العرب الموجودون في القبائل الأخرى، وكان العرب يعرفون ذلك. لذلك عندما يسمعون حجج أشراف قريش كانت حجج واهية، كانت حجج ضعيفة، وعندما يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم لكي يسمعوا منه حجته كانت حجة قوية يستدل بالقرآن والسنة. لذلك بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بدأ الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من بين نتائج صلح الحديبية إيقاف الحرب وتفرغ محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه للدعوة، وكان هذا كذلك سببا في اعتناق الناس الدين الإسلامي، دخول الناس في الدين الإسلامي. وكذلك من بين نتائج صلح الحديبية وهي العمرة التي أداها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة الموالية، قلنا سنة الصلح هي السنة السادسة، أما بالنسبة لسنة الاعتمار فهي السنة السابعة.